ماذا ينوي الإنسان إذا ما أراد الزواج؟ الله تبارك وتعالى جعل هذا الكون مبنيا على قانون لا يتخلف، وهو قانون الزوجية. ومن كل شيء خلقنا زوجين. الله تبارك وتعالى جعل من كل شيء زوجين، فإذا كان ذلك كذلك فكل هذا الكون مبني على قانون الزوجين. فإذا تزوج العبد فإنه ينفذ سنة الله رب العالمين في خلقه، فالزواج إنفاذ لسنة الله جل وعلا في خلقه، لأن هذا الخلق مبني على الزوجية كما قرر الله رب العالمين في كتابه العظيم. وهو أيضا ينفذ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرعه، في الشرع الأغر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، بعد أن ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعقيبا على الثلاثة النفر الذين جاءوا يسألون عن عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تورطوا بحماستهم الزائدة في أمور مخالفة للمنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أنكح النساء. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحح المسألة وأقامها على وجهها من بعد ما انتكست، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن عندما يريد العبد أن يتزوج فإنه ينوي إنفاذ سنة الله تبارك وتعالى في كونه، وإنفاذ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرعه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك في غير ما حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا إيانا بالزواج: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكاثروا أو تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث يدلنا ويرغبنا على فضيلة هذا الأمر العظيم الذي جعل فيه الله تبارك وتعالى من الخير ما لا يعلم قدره ومقداره إلا الذي شرعه لنا برحمته وهو أرحم الراحمين. ثم ينوي العبد أن يعف نفسه وأن تعف به واحدة من بنات المسلمين، أن يحصن فرجه وأن يغض بصره وأن يحصن قلبه، أن يحصن القلب من اتباع الهوى، وكذلك يكون هذا الخير واصلا لواحدة من بنات المسلمين. وينوي أنه يسعى من أجل أن يرزقه الله رب العالمين ولدا صالحا يدعو له من بعد الممات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد صالح يدعو الله له. وأن يحصل في بيته من تعينه على طاعة الله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الخلق قائما على نظام محكم ومتين، وجعل الأدوار في هذا الكون موزعة مرتبة، فجعل الله تبارك وتعالى جهاد المرأة في إصلاح بيتها خيرا لها من كل شيء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء الأمة بأن المرأة إذا أطاعت زوجها، إذا أطاعت بعلها، صلت خمسها، حصنت فرجها، صامت شهرها، أطاعت زوجها، دخلت جنة ربها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما سأل امرأة فقال: ألك بعل؟ فقالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ فإنما هو جنتك أو نارك، إنما هو جنتك أو نارك. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة لها دور في الحياة، وكذلك الرجل يكد ويكدح ويشقى ويعمل ويحصل من الخير ما يعطيه الله رب العالمين إياه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه النيات مجتمع ينبغي أن تكون حاضرة في قلب العبد المؤمن إذا ما أقدم على هذا الأمر الجلل العظيم.